السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. أدري أن مغبشة عليكم من الفير والعالم قاعدة تصلي الفير، لكن في البداية كالعادة نقول الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، والله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب العالمين. قولوا آمين. صباحكم بشاشة وابتسامة وكلمة طيبة، صباحكم صدقات. طبعا أنا مغبشة لأني عندي رحلة ومغامرة جميلة إلى جبال مسندم، إن شاء الله بأخذكم بتغطية جميلة لعدة مناطق ووعوب في جبال مسندم، وإن شاء الله وجهتنا راح تكون إلى منطقة السي إن شاء الله، ومنخطف على عدة مناطق جبلية. طبعا عبورنا راح يكون من وإن شاء الله انطلاقتنا راح تكون من دبل فجيرة، وتجمعنا راح يكون عند مسيت الشيخ زايد، عقبها راح ناخذ منفذ دبل بيعة التابع لسلطنة عمان، أساس أن ناخذ الطريق الجبلي لهذا المناطق وهذا الوعوب. طبعا للوصول إلى منطقة السي لازم أخذ الطريق الجبلي الوعر إن شاء الله، فراح يكون مسيرنا إن شاء الله بالطريق الجبلي المؤدي إلى منطقة السي. المرة اللي طافت جيناها من خصب، عاد اليوم راح ناخذ منفذ دبل بيعة والطريق الجبلي. طبعا أنا ما أنصح حد يسير إلا إذا كان ذو خبرة وعنده فور ويل إن شاء الله. وطبعا طالعة أنا وجروب، اللي طبعا أنا ما راح أصور أي أحد منهم احتراما لخصوصيته، بشوف لو حد حاب يتصور ويعطيكم بعض المعلومات بالعكس راح نصوره. فإن شاء الله نقول توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطبعا راح تكون رحلة جميلة ومشوقة مليئة بالمعلومات والمناطق الجبلية الجميلة في فعقب لا تقول لي رحاب ما صرتي ما غامرتي ما رحت المكان الفلاني الوعب الفلاني. تابعوني اليوم راح اخطف على عدة وعوب، على عدة مناطق معروفة في مسندم، خاصة اخواننا الشحوح دائما يقول لي رحاب ما صرت المنطقة الفلانية ما رحت المكان العلاني. أنا سرت لكن أنتم يمكن ما شفتوا، لكن إن شاء الله نجدد. أنا دائما أحب أجدد زياراتي لهذه الأماكن، خاصة أن سبحان الله الطبيعة ما تتغير لكن القلب والروح تشتاق لهذه الأماكن الجميلة اللي غنية بالشحنات الإيجابية. مثل ما تقول دائما راحة الإنسان بالطبيعة، فإن شاء الله راح تكون تغطية جميلة. ولا أتوقع يمكن ما راح يكون عندي إرسال وشبكة، لأن مثل ما تعرف منطقة جبلية. إن شاء الله راح أحاول أني أوصل لكم قدر المستطاع عند تواجد الشبكة إن شاء الله. فنقول مرة أخرى توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقول الله يحفظنا ويحفظكم. ومتواجدين أمام مسيت الشيخ زايد الله يرحمه. عاد وصل قائد رحلتنا. سلام عليكم حنبوصي. سلام عليكم، صباح الخير، شو أخبارك؟ مشغول يزحب حنبوسة اتخابر وياك. انا شخبارك شعلومك، صباح الخير. عاد راح يكون هو قائد الرحلة، الستيرنج عندك اليوم مرة. عاد وين راحين اليوم؟ وين صايرين؟ وين ناهيين احنا؟ شيء صبي بال هذا المرتفع، صبي بال الشحوح ان شاء الله. بون مسير، شو اسامي المناطق اللي بنسيرها؟ المناطق الشمالية في صب سبطان وعمل اوس والروضة ان شاء الله. اهم شيء السي، ها؟ نعم السي. نبي ناكل سقب. صح صح. بنحصل سقب ولا؟ الحمد لله يا لام الله ما شيء شغبون حلو بعد انه ان شاء الله. عاد نقول توكلنا على الله ولا حول ولا قوة. عاد هذا رئيس الرحلة اليوم. اليوم الزعيم. اليوم سايرين بر بنقنس هناك ويا عيسى حياته. مرحبا حبايب. واليوم جو 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 بارد جو جو يلسى، وتعالوا قنسوا البر. دائما مو بلازم اقول لكم دائما البر، دائما اقول لكم تعالوا بقنسكم، لا قنسوا البر دائما. جو بارد حلو ومشواي ودياي ولحم وشاين موجود، تقنسوا البر. ودائما عيسى حياته يقول لكم ارفع شاشه تعالوا قنسوا البر. دبل بيعة، يعني حاليا نحن في سلطنة عمان،
في محافظة مسندم عاد باتجاه الطريق الجبلي. عاد في البداية بندور لنا بطاقة رصيد إذا بتنسوي الخدمة، ونكون على اتصال معاكم. إن شاء الله الأجواء باردة اليوم، صابحين برد. عاد أنا واقفة حاليا بمحطة نفط عمان في منطقة قرون الصيد، لكن دربنا الحين راح يكون إن شاء الله باتجاه خب الشامسي. طبعا هو هذا الممر اللي راح نعبره، هو خب الشامسي للوصول لهذا الجبال الجميلة إن شاء الله. فبداية المغامرة راح تبدأ من خب الشامسي إن شاء الله. نقعد نصب بترول ونأمن نفسنا وندور لنا رصيد، عقبها إن شاء الله متجهين إلى هذا الجبال الجميلة اللي تحتوي على عدة مناطق ووعوب جميلة بعد مع اللحن أعطيها لكم. فالبداية راح تكون من خب الشامسي إن شاء الله. وأنا حاليا في منطقة قرون الصيد. سلام يا سلام. أرضنا يسار ونفس الشيء، درب زغي، درب ست الحواس، درب خصب. خلاص من هنا يبدأ الكتش. احنا الحين وقفنا بمكان شو يسمونه؟ مق الاخرس. مق الاخرس. اي نعم. هذه المنطقة، هذه كانت منطقة سكنية قديمة يسموها مق الاخرس. يا رب قلتها صح، وهذه في سكنات قديمة هنا، بيوت. هذه بيوت، هذه بيوت. اي هذه بيوت سكنات. اسمها مق الاخرس. مستمر عاد راح يكون كل الدرب هو شارع تراب. في وعوب هنا؟ لا ظن هذا. هذا هذا وعب. هذا وعب. مق الأخرس. وشوفوا معاي هذا الطريق الجبلي، هذا هو اللي يودي لمنطقة زغي وإلى منتجع ست الحواس. هذا شوفوا من هنا.
قدام ناخذ اللفة يمين، عقب نركب فوق هذا الطريق الجبلي وصولا إلى منطقة زغي اللي فيها منتجع وفندق ست الحواس. وهذه هي منطقة زغي، هذه بال زغي، هذا منتجع ست الحواس، هذا الطريق اللي يودي إلى ست الحواس منطقة زغي. هذا هو الطريق الجبلي لخاطر يصير منتجع ست الحواس منطقة زغي. فيها طريقين، هذا الطريق والطريق البحر، بإمكانكم تجوها من البحر وإمكانكم تجوها من هذا الطريق الجبلي. يلا مكملين مستمرين. عاد مثل ما خبرتكم من بداية الطريق إنه راح ناخذ طريق وادي خب الشامسي، طبعا اللي حاليا احنا فيها يميننا يسارنا جبال، وطبعا فترة المطر هذا الشارع عبارة عن وادي يجري يتسكر فترة المطر، الوديان تحدر كلها. أحيدني كنت داخل كهف هنا كان في غول عند ريولي وأنا ما أدري، صورة إنه هنا أنت غامرة بهالبقعة ما شاء الله على حجم الحصال، عودة اللي طايحة شايفينها بالأرض ما شاء الله على كبر الحصال. هذا دليل على إن الوديان ما شاء الله تجري بقوة هنا، شوفوا شو كبر كل الحصال، عمالقة تبارك الرحمن. هذه منطقة غشش، إن شاء الله قلتها صح، عاد سامحوني يا عرب لو أنا قلت المصطلحات غلط، أنا قاعدة أحاول إني أنقل لكم من مصطلحات منطقة غشش. شايفين هذه السكنات القديمة؟ سلام يا سلام، على فكرة البلاد جميلة، الجبال جميلة، الهوش حلوين، ما شاء الله قاعدين حول الهوش يمشوا، من يشوفوا الكاميرا ينضموا ما يبوا ينشهروا، عندهم مبدأ هذا الهوش. ها الحنبوصي وش اسم المكان هذا؟ غشش غشش غشش. يا رب شفتوا انا قلت نفس ما قال الحنبوصي. غشش غشش. السكنات هذه القديمة. ايوه هذا اسمه المربع. الربع. المربع. المربع. المربع المربع. المربع. ايه يتربوا فيها الربع. الربع يتربعوا فيها المربع والغشش. هذه منطقة الغشش منطقة المربع لأن العرب يتربعوا فيها صح؟ أفلحت الحمد لله. هذا المنطقة اللي سموها منطقة المربع اللي يتربعوا فيها العرب ويلسوا، ما شاء الله فيها غنم وزروب وعزب سكنات. سمع صوت الهوش سيفونية تطرب الأذن. هذه منطقة المربع. سامعين صوت الصخل كان ما تدورمها. قاعدة تصيح ما ما وينش ما سمعوا سمع سمع صدقوا الله كاس تدورمها. ها هذه شوفها بسم الله ما شاء الله تقولها ما لحقيني بطيح ما حصلت امها لحقت على امها واختها. هذا المنطقة اللي سموها منطقة المربع اللي يتربعوا فيها العرب ويلسوا، ما شاء الله فيها غنم وزروب وعزب سكنات. سمع صوت الهوش سيفونية تطرب الأذن. هذه منطقة المربع. سامعين صوت الصخل كان ما تدورمها. قاعدة تصيح ما ما وينش ما سمعوا سمع سمع صدقوا الله كاس تدورمها. ها هذه شوفها بسم الله ما شاء الله
تقولها ما لحقيني بطيح ما. حصلت امها، لحقت على امها واختها. شوفوا معاي هذه الفكرة الجميلة لأهل العزب مسوينها، مسوينها نفس الحوض الصغير البركة، بحيث الغنم يورد عليها ويشرب الماي، ونفس الشيء ذباب العسل خزانات الماي هذا مكانه يورد عليه الغنم يشرب منه الماي، وذباب شوف الذبيان العبينيات وذباب العسل النحلات يعني اللي بدي شاء الله يعبوا لهم من الخزانات. كلهم شرد ولا كان كله غنم ياس يشرب هنا، الهوش كان قاعد يشرب من هنا. فكرة حلوة صراحة انه يتحط كذا ماي سبيل للبهايم. ما زلنا مستمرين، هذا اعطيتكم فكرة حلوة. هذه سكنات كذلك قديمة ما شاء الله، الحصى اللي مصنوع منه البيت كبير تبارك الرحمن. المهم شوفوا هذه المنطقة اللي فوق يسموها منطقة طفيفات، منطقة طفيفات. عاد احنا ما بنركبها لان لازم نصعد لها، لكن احنا درمنا يبني، لكن اخبركم هذه يسموها طفيفات. كيف حجم الاحجار، كيف شلوها، كيف بنوها، كلها دهرية هذه قديمة. هناك مر علينا بعد سل حمدان، يعني مناطق يا تمر علينا. شو معاي هذه النبتة يسموها ملحانة، هالحنبوصي يسموها ملحانة. وهذا شو يسووا فيها الحنبوصي؟ يطلع الوراق الرود هذا منه يقطوه يعني يفرموه يشوه مثل السلطة، يسووا مثل السلطة ياكلها للعيش يعني مع العيش. هذا الملحانة شو معاها هذا الورود الوراق. شوف هذه ورودها وهذه اوراقها، الحين اللي ياكلوه هو الورق. الورق يستوي ورق رود مال هي، شوفوا هذا ورق رود يستوي احمر، يستوي هذا الورق يتحول لونه احمر كذا، يستوي في ورود حمراء. هو يقول تؤكل مع العيش، يسموها ملحانة. حفظ النبتة هذه يسموها ملحانة، تؤكل مع العيش. شفتوا هذه النبتة اسمها ملحانة. وصلت لمنطقة سيح القل، هذا منطقة سيح القل. لو تذكروا من فترة كنت زائرة هذا المكان، وصرت لكم قصة مأساوية عن عائلة جرفها الوادي وتوفى صاحبها. لو تتذكروا هذا السيارة، شوفوا هذا السيارة اللي جرفها الوادي مع العائلة، فالله يرحمهم. فهذا هو سيح القل. أقول حنبوس إحنا موجودين في سيح القل صح؟ وهنا صارت حادثة مأساوية وهو غرق عائلة، شو قصة الحادثة هذه أو شو صاير بالضبط كان ذاك اليوم؟ قصة الحادثة هم ساكنين في دبا، إيه؟ ويبوشوا فراح عرس يعني معهم في المنطقة هذه هنا، ويوم من دبا ولم يوم في الوادي ما عندهم ألم من المطار نزل على جبال فوق الوادي، لقيهم الوادي أتاح عن سيح القل بالوادي سيفل. ونزلوا السيارة في الوادي، ونزلت السيارة توقفت السيارة يجي الوادي ويرفهم السيارة هم السيارة. لا إله إلا الله. هو يعني قبل لا تكمل كلامك، هو بشكل عام المطر يكون بليبال لكن ما يكون بالمنطقة، لكن الوادي يحدر والناس ما تعرف إن أساسا في أمطار باليبل. ما أعرف أن المطار هو بليبال يعني، فيعني هو تفاجئ إن الوادي جاي يعني مش الأمطار. أيوة شاي بالوادي جاي ينهم فوق يعني وشلهم. الله يرحمهم، الله يرحمهم، يرفهم كلهم أربعة سفارة والحلم والبنت. شوف الأطلالة من هنا، نقول بسم الله. يا السلام، شو هالجمال، شو هالطبيعة، شو هاليبال.
شايفين الجمال. الشمس فوق لكنها باردة، أنا ما أحس بلسعة الشمس. ما زلنا مستمرين، بعد لنا درب ورانا طويل. هذا الدرب كله قطعناه. هذا جبال مسندم الجميلة، شايفين الدرب كله كتش، كله عبارة عبور. هذا كله خب الشمس اللي احنا مشيناه ساعة. بعد الحين جيت لمنطقة تسمى بعقب العسو. هذا المنطقة، هذا العقبة يسموها عقب العسو. يا رب قلتها صح. انتوا عاد مشوها لي، ها عقب العسو. تعرف الاكسن بعد اخواننا الشحوح، الاكسن يفرق ترى شوية. الحنبوصي، وش اسم المكان؟ وش اسم المكان؟ عقب العاسو. وش اسم المكان؟ سمعتوا عقب العاسو. المهم انا قلت مثل ما هو قال. هذا المنطقة الجو بارد للعلم، الجو براد، الجو جميل هذا اليوم. لا تقولوا صيف، ما صيف، شتاء، الجو بارد هنا. تعرفوا ما منطقة مرتفعة، الجو جميل. حنبوصي مرة ثانية باك تقولها بلسانك، وش اسم المنطقة؟ عقب العاسو. سمعتوا هذا اسم المنطقة؟ عقب العاسو. عقب العاسو، هذه المنطقة سمعتوها اللي قالها الوالد الحنبوصي. عاد عقبها شو بتجينا من المناطق؟ ها؟ عقب هذه العقبة شو بتجينا من المناطق؟ تجي الغبينة. 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 ايه، وتجي الحدبة. الهدبة. ايه، الحدبة. الحدبة. ايه. اوكي. وتجي وراها شو عملي صفطان. صفطان. كلها جمالاتها طالع طالع وراها يعني. شايفين المسميات؟ جزاك الله خير انك انت موجود، ولا كيف انا بقول هذه الاسماء؟ كنت بحس انه صار عندي ارتجاج في لساني، وبزعلوا علي بعد اذا قلت كلمه غلط. والله لو عيب. لو عيب. ودعنا. هذا اللي مقدور عليهم يا ابوك، هذا البسيطه مقدور عليها، لكن هذه المسميات اللي قلتها صعبه صراحه، اذا قلت حرف غلط بياكلوني ميكل. الحين وصلنا نحن؟ الغبينة. هذه منطقة الغبينة، وعب الغبينة. هذا الوعب، ها شايفين وعب الغبينة. عاد في وعوب الطرف الثاني، عاد انا ما بسير الطرف الثاني، عاد هناك تكون منطقة اليمة. هناك عاد رادار كيبل، لو تتذكروا كنا احنا سايرين منطقة اليمة مع اخونا سلطان الله يحفظه، كنا احنا ماخذين الدرب هذاك. ففي مناطق، في وعوب هنا حابة اشارككم بمسمياته. هذه يسموها المقام، هذا اللي هنا يسموها الدعنة. الحنبوصي، اساس اقول اكون صحيحة بالمصطلحات، هذه الاولى يسموها المقام، هذا المقام، هذيك الدعنة. الدعنة. وهناك عاد الطرف ذاك تكون اليمة. اليمة طرف بالنور. هي الطرف الثاني اللي نشوف منها دبة، دبل فجيرة، الفجيرة كلها نشوف من الطرف الثاني. عاد هذا جبل كيوي. فهذه هذه وعب المقام، هذا وعب الدعنة. دعنة. اشوفها ما شاء الله. معتمرة المقام تبارك الرحمن، الله يبارك لهم في سكناتهم وبيوتهم ووعوبهم يا رب. فيعني نحن بإمكاننا من هالزاوية نشوف دبل بيعة، دبل حصن، دبل فجيرة، امتدادا إلى ظدنا ثوار العقة. اللي ما له حق يقدر يدخل اليوتيوب ويشوف تغطيات لهذه المغامرة اللي نحن زرنا منطقة اليمة. فنحن زايرين هذا المناطق مرة ثانية. هذا المنطقة اللي تشوفوها وعوب المقام، وهذه وعوب الدعنة. 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 الدعنة بفتح الدال. الدعنة. اوكي. الدعنة. المقام. هذا جبل كيوي. عاد مكملين عاد. قدام عاد مسافة بتكون في نقطة تفتيش بعد تكون. لأن مثل ما تعرفوا هذا المنطقة الفاصلة بين دبل بيعة وبين منطقة خصب. في نقطة تفتيش بعد.
قدامي مجموعة وعوب عاد يسموها منطقة لوعيب. منطقة لوعيب يا ما شاء الله كلها وعوب، هذي شايفينها، هذا تكون الطرف الثاني لوعيب، ما شاء الله نبات الغت بكل مكان وشال البقع بريحته تبارك الرحمن. هذه شايفين عدد الوعوب اللي فيها، ما شاء الله تبارك الرحمن. منطقة لوعيب عاد هذا السلفي عن خاطر بين هذا الجبال والوعوب الجميلة. اي والله ما شاء الله المكان جميل واليبال اجمل، سبحان الله الطبيعة دايما عافية. بس ويه ما شاء الله طن رمل شاله بويه، نمشي والرمل ها ما شاء الله، مثل ما شفت ان الشارع كله ترابي وفاتحين الدرافيش وعايشين الجو. من امام منطقة لوعيب، هذا لوعيب هناك كله، كل هذا الما تشوف اليبال هذا كلها وعوب، كل جبل فيه مجموعة من الوعوب، والوعوب هي الأماكن اللي زرعوا فيها الحب، الدخن، الشعير، أهل الجبال. فاللي ما يعرف شو يعني الوعب، الوعب هو المكان المخصص لزراعة الحبوب مثل القمح، الشعير، الدخن، واللي يشهرون فيها أهل الجبال. وصلت المعلومة اللي يسأل شو يعني الوعب والمكان الزراعي؟ الوعب هي الأرض الزراعية اللي طبعا مخصصة للزراعة في الجبال، واللي طبعا أكثر شيء يزرعوا فيها الحبوب مثل الشعير والقمح والدخن، يعني الحبوب المعروفة عند أهل الجبال. كذلك يزرعون البصل، الثوم، ونباتات أخرى، لكن أكثر شيء معروفين بزراعتهم للشعير والحبوب، يعني بشكل عام الحبوب. وصلت المعلومة؟ يعني الوعب هي الأرض الزراعية في المناطق الجبلية، وهذا ما شاء الله كلها غنية بالوعوب. يعني هذه كلها الوعب الفلاني، الوعب العلاني، كل وعب له اسم، كل وعب له اسم، حتى لو كان وعب صغير له اسم ويعود لصاحب فلان عن فلان، يعني كل وعب يعود لشخص ما أو قبيلة ما. فهذا نظامهم هنا أهل الجبال، إن الوعوب لكل عائلة وعب، وعبين، ثلاثة شي. الحنبوس الله يعطيك الصحة والعافية. الله أقول حنبوس خبرنا شو يعني الوعب؟ شو يعني الوعوب؟ الوعوب حق زراعة الحب، الشباب الأوليين يزرعوا الحب فيها. وش من الحب يزرعوا فيها؟ يزرعوا الحب البر، يزرعوا الشعير، يزرعوا فيها البر والشعير. والدخن؟ الدخن ما يزرع، الدخن يزرع في البلد تحت. تحت؟ نعم. انزين والقمح؟ القمح نفس الشيء الحب. هي الحب يزرعوا، وما يزرعوا البصل، الثوم؟ لا لا لا، البصل وهذا ما يزرعوه في اليبال. في اليبال يزرعوها تحت؟ اي نعم، هذا يزرع في اليبال هو البر والشعير. بس؟ نعم. شفتوا هذه المعلومة الصحيحة. لكن في بعضهم يزرعوا البصل، يعني يوم كنت انا ساره البصل يزرعوه البان الشرقيين اللي هم يعني مال دغلهم اللي بنيه تحت، يعني من الشرقيين والثوم يزرعوا الناقميين مال في البلاد تحت. اما يعني احنا نسحب اليبال فوق ما نزرع هذا البصل والثوم. يعني الحب اللي ينزرع قلت لي البر والشعير، والشعير نعم هذا اللي يزرعوا فيه هذا الوعوب. وطبعا فترة الزراعة هذه متى تكون؟ فترة الزراعة الحين، هذا موسمها هي الحين، موسمها يبدأ من تبدأ الأمطار تطيح. ومتى ججنوها؟ بالصيف. 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 وصلت المعلومة، الوعوب هي اللي زرعوا فيها الحبوب، طبعا هم معروفين بزراعة البر والشعير، صح؟ شو منو يعني، شو منو يعني يحصدوه بنفس الوقت، وشو منو ينزلوه يحطوه في الينوز اللي بعدين يعني. للسنة الجاية. يعني. المهم إن الوعوب يزرعوا فيها الحبوب. نعم.
الله يعطيك الصحة والعافية. والمزارع الثانية النخيل هذا كله تحت يزرعوه ما يزرعوه فوق؟ لا في النخيل في اليابان تنزرع. ما الله تنزرع فوق؟ اي نعم النخيل مزروع في الوعوب نفسه؟ نفس الوعوب. موجود حاليا المحل النخيل موجود يعني.